مع اقتراب انتهاء سنة 2021 لا زالت الأسعار مرتفعة في اللحوم البيضاء وبعض الخضر. المواطنون والتجار بدورهم أكدوا أن هذه الأسعار ليست في متناولهم. شعلت النار في 2021، احنا عندنا صح كتشوفي في التلفزيون يهضروا، انت تقولي صح تروحي للمارشي تلقايها يعني مي سي تري تري شير. بنيتي العزيزه والله ما نقدروا نعيشوا، يعني قدره ربي رانا عايشين. قلت لها الغلا فريمون 100000، ترفدي 100000 كي شغل ما رفدتي والو، ونتي غير 1000 فراك. كل شيء غالي، كل شيء غالي، قد ما يزيد قد ما يزيد قيمه ما يزيدوا بزاف تخو شير. في نهايه 21 السلعه مازالها غاليه، غاليه بزاف باسكو كان العفايس في وقت ماشي وقتها، ماشي لا سيزون تاعهم. وتاع لا سيزون نورمال سلعه رخيصه كيما البصل كيما البطاطا. يعني كلش زاد، لا في البيض كلش زاد. حنا عبالي نقصوا وما نقصوا ما ولاو تمسخروا، يعني ما كاش منها. في مقارنه بسيطه بين اسعار الخضر والدجاج من بدايه سنه 2021 الى غايه نهايتها، وجدنا فارقا كبيرا. فالبطاطا مثلا رغم انخفاضها عرفت زيادة ب 35 دينار جزائري، الطماطم شهدت زيادة كبيرة بفارق 180 دينار جزائرية، أما الدجاج فما زال مرتفعا ب 160 دينار جزائرية فارقا بين سعره في أول السنة وآخرها. البطاطا في الدي بي 2021 كانت 5000 6000، من بعد في النص ولا تدير حتى 12 ميل 13 ميل 15 ميل، من بعد فلافا دوكا فلافا 2021 عاودت ربنا طلعت شويه وشغل هبطت على 13 ميل، راهي دير 7000 8000 حتى 6000، كانت طماطيش دير 10000 12000 بالزيت. ماشي دوكا ماشي دوكا، ما تغلطيش روحك. البصل 6000 7000 حتى 4000 5000 سان ديبون، كل وقت كان عرض وطالب، السلعه تطلع وتحبط. في الاواخر العام الجديد زاد شويه، كان يدير 39 ألف غير قربت للعام الجديد، أو طلع دوكا اليوم 42 ألف في الكيلوغرام. كان يدير 24 في 2021 كي بدأت العام 24 26، وبدأ يطلع. ونحن على أبواب سنة جديدة، واقع الأسعار لا زال مرتفعا جدا، ما جعل رواتب المواطنين لا تغطي احتياجاتهم اليومية بسبب تدني القدرة الشرائية.